زمان يقول واحد يقول علماني مجرم يقول لك انتوا جعانين اهاني احنا جعانين وعطشانين الحل شنو؟ يقول لك تقوى علمانيه تجيبوا العلمانيه وتقولوا دارين فصل الدين عن الدوله وعن الحياه ويبقوا البنات عريانات ومنطلقات يقول لك كده البلد بتصلح بتصلح كده زالي اخواننا عنده راي في كتاب الله النزل من فوق سبع سماوات زي ما قال الصارق المهدي الصارق المهدي عنده راي في كلام الله ذاته عنده فيه راي قال انصبه الزكاه دي قادي المفروض يراجعوها تتغير قال كويس معاك يا اخواني اذا كان زال عنده راي في كلام الله سبحانه وتعالى ده معقول دارج يحل مشكله البلد دي زال موقع الصادق المهدي موقع على اتفاقيه سيداو تعرف سيداو دي معناه شنو؟ ده انها شباب طق تعرفون؟ يا هندل شباب طق الولد ده قال انا مثلي تعرف مثلي يعني شنو؟ مثلي يعني زول بتاع لواط قال انا مثلي وافتخر شباب طق يا هندل علمارين ده ذاته لانه ده جزء من البرنامج بتاع الامم المتحده اللي هو بتاع شنو؟ الجاي في اتفاقيه سيداو اللي هو ممكن مره تعرس مره والراجل يعرس شنو؟ راجل ده دارين ينشروا لك هنا لكن الكلام ده بقول لك بتين بعد ما يسلط على البلد دي بعدك بيطلع لك الكلام لكن هسه حاليا وكنت قاعد اغبى زي انا كده بيقول لك أن احنا جعانين في سؤال هل لاقاك سودان رابط له حجر في بطنه؟ لاقاك هنا يا جماعه؟ لاقاك سودان رابط له حجر في بطنه من الجوع زي ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى السودانيين ديل شط بيفطروا وبيتغدوا وبيتعشوا كويس معاك وبيشربوا شاي ده غير الجبانات اللي في النص هسه اطلع الزلط ده في كم ست شاي في الشارع يا اخي الناس دي قلت لك دي ما مشكله دي مشكلتنا مشكله شنو يا اخواننا؟ مشكله بتاع الدين في بلدي دي لازم الحقيقيه وده واحد من الناس النوعيه دي الافكار الموجوده دي ده لا ترودت البلد دي لورا لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يبقى مبدأ الاقتصاد أول مبدأ في الاقتصاد الإسلامي هو توحيد الله سبحانه وتعالى ده أول مبدأ ده قبل الخطط الربع قرنية وقبل ما يعملوا ورشة كويس ويعملوا شنو إلى آخر ده أول مبدأ هو توحيد الله عز وجل كويس معاك وديل زمان جماعتهم الزمان غشوا هن في السودان قال لهم انا المهدي يا المهدي وخليفته وصابونته وليفته زمان قال الرسول جاءوا في النوم ده ما صوف انت قال شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا في النوم وقال لي انت المهدي اول حاجه المهدي ده دنقلاوي بيجا هنا من دنقله كويس معاك والمهدي ذاك بيجي عربي من قريش ما دنقلاوي ده اول حاجه افهمها في راسك ده عشان تعرف الكذب واللف والدوران كويس فالناس دي الناس فاشلين تماما ديل النوعيه دي عندهم قبه هناك حارسنا ظل حارس ظل ميت والله عندهم قبه هناك فاضيه ظل مافيا هناك في جنب مدار المولد سموه مدار المولد مشكله حوش الخليفه قبه فاضيه الانجليز لما جاي بلدي شالوا قبه شالوا الظل ذاته قطعوه في البحر المهدي ما في بابح ما فيش والله جد الجماعه برضه الدراويش كويس معاك تلقى واحد لابس لك قنبور ولابس لك جلابيه قدام ورا واحد يعني يلبس بيت تجاه ما عنده مخ مش حزب امه ده بليد في السياسه وبليد في اي حاجه يا اخي صارق المهدي ده غير النظم ما بيعرف حاجه مسك البلد دي البلد دي مسكها كم مره ديمقراطيه الاولى ديمقراطيه الثانيه قال لي اخ فترنا 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 من الديمقراطيه قال مزيدا من الديمقراطيه يا اخوانا دي امه دي على الله يا اخي دي امه قبل كم سنه كان عندهم واحد كبير عوير هنا بيجي بيتكلم كويس معاك تقول واقع من كتاب تاريخ زول تقول بالع له زيد يا بين باحنا فدال فشلوا تماما يا اخوانا شوف ذول حزب امه ده بليد سياسيا بليد في العقيده بليد في اي حاجه ما بيفهم نهائي كويس معاك هسه لو زيد سالته قلت له رايك شنو بالشريعه؟ الشريعه الكتاب والسنه رايك فيهم شنو؟ يقول لك ما دايرهم ما دايرهم ليه؟ يقول لك الكيزان الكيزان ديل الشريعه؟
أنا بقول لك الكتاب والسنة الجاب من الله من فوق. السنة دي ما حقت الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو شنو؟ إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل. فدي أمة فاشلة يا إخواننا. أمة شنو؟ دي أمة فاشلة تماما. ونحن الليلة جايينك، شفت الليلة ده؟ أي واحد حزب أمة ويسمعك تابع لترابي، ها؟ عمك حسن وعطاه برضه هتجيب معه بيجاي، ويسمعك صوفي جاي من المولد كويس معك برضه جاهز لك. ومبارك جاي اشتغل هنا قال مولد هذا تلد في التمنون مولد شنو هذا؟ ما في حاجة اسمها مولد هذا. سؤال لك المولد ده في الدين فيه؟ والله أنا قرأت كتب الدين شيئا منها يعني ما كلها، لكن أصله ما لاقاني باب المولد لاقاك؟ عليك الله امشي المكتبة الإسلامية دي، أنتوا ناس صلوا بتاع الجامعات، خش المكتبة الإسلامية دي لو لقيت باب المولد عليهن سنن المولد واجبات المولد. المولد ده أصله عبادة، هل معقول العلماء ده الغفلوا عنه؟ يا أخي ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم يا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أفضل ناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا الكلام ده إطلاقا، ما فعلوا. جبت مولانته ما في حاجة اسمها مولد يا أخوان، ده بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد. ربط الحاصل ده ما يتعلق شنو؟ بالمولد، ما في حاجة اسمها مولد. وجماعة برضه تاني الحزب الصوفي الديمقراطي جماعة خلاص اتطور ده يعمل الحزب كمان. والله الكيزان ده يلموا فيك يدقوا فيك مقلب، ها؟ تباليت كويس؟ قال ده يعمل حزب صوفي، أصل خنجر وينه؟ ما شاتوه من الجامعة دي؟ شاتوه ولا ما شلوت برا طوالي قد عليك برا. وده اكتب بس ماشي أمريكا، اللي زارك وينه؟ أكل الدودو انتهى. وين اللي زارك؟ زمان شيخ مزمل ناظره قبل 10 سنة جد داخلية داير الشالك شليك الزول ده جاي الشالك هناك، انت قاعد المزمل ده الهواري انت مجنون ولا شنو؟ جاي هناك قبل 10 سنة في الداخلية قال المزمل مزمل قال الله بالسماء، قال لا ما هي بالسماء، قال يا شيخ مزمل جيب دليل. وده زول جاهز الحمد لله، قال ربنا قال في القرآن أأمنتم من في السماء؟ قام الخنجر الشليك الزارق قال له في السماء ذيلا الملائكة، قال له قلت ذيلا الملائكة هاي في آية ثانية ربنا قال ويخافون ربهم شنو؟ هاي حل دي حلة. إن زنك قام دفر الشيخ، طبعا كانوا طالعين في ترابيز فوق في الداخلية، دفر لك طبعا ذاك ما أحمق، دفر لك يا الشيخ والطلبة جلدوا لك جلد من ديك ليوم الليلة لما انطبق مش أمريكا ما قد داخلية ثانية من قبل 10 سنة. والعافنة الثاني ذاك ما قدر يناظره محمد صاحب القادر بتاع أنصار السنة اسمه مين ذاك السنوسي، ده لما ملا نسوان في جامعة جوبة في زمان لما ملا حريم قال دار ناظر يناظر له عن أفكار بتاعت راجل. أنا لما أجي أعمل مناظرة بعد المناظرة عشان أدافع عن دين الله، ده شايل له أفكار راجل وذاته ما شاد حلو الترابي كويس معاك، شايل له أفكار بتاعت بني آدم جايبة من رأسه ده كويس معاك، عيسى ما نازل وما في عذاب قبر كويس معاك، وكويس معاك قال أمشوا المغابر قال شوفوا تقلوكم في نار مولعة وما عارف قال شنو، لغاية ما قام شوية كده لقى البلد الهواء ضربه قال أنا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا بعرف فرنسي والرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ ما بيعرف فرنسي قال. وترابي والصادق المهدي ما في أي فرق بيناتهم، واحد زي ما يقال بينهما شنو؟ بيناتهم شنو يا شيخ؟ بينهما وصال نفس الفكر، بس الترابي ذاك شليك بيطقع ذاك بيطقع وده عامل فيها حريف بيسلقها، لكن تعمل فيها حريف بالعمل لك فيها بغالي برضه بأي تقاتل بنجيك أصلا بنخليك كله أي زول داري يلعب في ديننا في البلد دي ما بنخليه. شيوعي قال الله ما في يجي يختبر هنا، قبل كده في هناك في جامعة في اللبيط واحد شيوعي وطلع له ورقة قال رسالة إلى الله، والله الشباب ده ركبوا من هنا مشوا له هناك، وين الزول قاعد يرسل رسالة إلى الله ده كويس معك؟ بقى طيب كمان قال يا تطيب ده سجم الرماد الخشية تويتر قال رسالة إلى الله ركن واحد ثاني شيوعي ما قامت لها قايمة هناك. المساكين ساكت، اي شيوعي قال الله ما في تعال ورينا، شيوعي قال الله ما في تي
صوفي قال اي حاجه في الكون ده الله، زي ما بقول الله زي ما بقول ذاك. قال وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا رائب في كنيسته. ده غيطه صوفيه، العقيده دي غيطه صوفيه. قاعد يعتقد واحد هناك في ابو ادم بيعتقد الكلام ده ذاته. انا لقيت له مقطع صوره وصوت بيشرح في الكلام ده، ده غيطه صوفيه. والزلك قال الكلام ده البرعي، مدح الزول ده. يجيك واحد ناطين يقول لك حقوق الطلاب، طلاب بتاع شنو يا زلمه؟ في ناس في بلدي قالوا اي حاجه الله، وناس قالوا ما في حاجه اسمها الله ذاته. تقول لك قال حقوق طلاب ودايرين نجيب العيش والدكوه في الجامعه؟ كويس معك؟ دكوه بتاع مين يا زلمه؟ البلد دي في ناس بينشروا في كفر، ينشروا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا النار. زول يقول لك نادي المشايخ من دون الله. زول مات في الواطه دي، زول مات دفنوه في الواطه دي. يقول لك ناديه. البرع قال لك نادي النازل. زول مات قلعوا له هدومه ديل، بقى عريان شل زي ما الله خلقه، وغسلوه كفنوه شالوه عن قلب ودوه المغابر، ودوه المغابر هناك حفروا له حفره ودلحت، دخلوا جوا ودلحت جوا تحت. كويس معك؟ خطوه وادوه طوب كويس، وادوه لك طين. وفي ناس قاعدين منظراتيه بجايهوك لما يدخلوه كده يكون ودى لحد ماما جايه، اقول لك لا لا دقيقه دقيقه، طلعوك تاني يظبطوا لك ودى لحد ده تمام. والله في ناس قاعدين للشغله دي، والله تموت يجيوك جيه تحتار فيه ذات. انت الحاصل ذات دخل جوا ادى طوب وطين وادى تراب. كويس معك؟ يجي البرع يقول لك ناديو، والله قد يجي البرع يقول لك ناديو، الخدميه يقول لك ناديو، ديل الدلاليك ديل يقول لك ناديو. ذال مات وده ما بيطلع لك، والله ما ينفع تاني. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال له دعوة الحق، والذين تدعون من دوني أو يدعون من دوني قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ربنا قال البنادي لذول ميت ده زي الزول اللي بمشلو مغابر، بمشلو بير عفوا، اللي بمشلو بير بتاعت مويه ويجي فوق ويكورك للمويه يقول لي المويه تعال لي خش لي في خشمي، بتخش له بتمش. الله قال لك لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء، زي الزول منزل يده جوه المويه، كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين شنو الا في ضلال. ناس عقائد عقائد منحطه، ماسكين في ناس ميتين، زار لقى عظام منتهي ماسك فيه من دون الله سبحانه وتعالى. شفت كيف ماسك له زار ميت ما يسمعه ولا يستجيب له، يقول لك لا تكورك له تناديه بيحصلك. دي عقيده البلد، دي المشكله الاساسيه في البلد دي، والمشكله دي لو ما اتحلت لا بيكون في امن في السودان. البلد دي اصلا ما حيكون في امن لما العقيده دي تصلح، ولا حيكون في ناس، الناس دي حتكون مرتاحه. شفت لو انت شبعان القروش راكده في منطقه تلقى امن ما في، عشان قروشك تتمتع بها ما تقدر. ولو لقيت ولو ما لقيت القروش لقيت الامن بتكون مفلس وقاعد جعان، اصلا بتكون مرتاح لغايه ما البلد دي توحد الله سبحانه وتعالى. ربنا يفتح لك. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ربنا قال لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والارض.